اهلا بحضراتكم من جديد، وجوله رياضيه تضم اهم واخر الاخبار المحليه والعالميه حتى الساعه. اصابه بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي بفيروس كورونا. كاف يعلن حرمان 21 مدرب من قياده انديتهم في بطولات افريقيا لعدم حصولهم على رخصه الافريقيه اي. قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز تشهد عودة أوباما وإمام عاشور. بمشاركة النني، موقف أرسنال في البريمير ليج يزداد تعقيدا بالتعادل مع ساوثهامبتون. مجلس الوزراء يقرر إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية لجميع الهيئات الرياضية لمدة 6 أشهر. ودي كانت أهم وآخر أخبارنا الرياضية للنهاردة من برنامجكم أوضة اللبس.